ما 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 بعد، انا شوف ما بعد، لان احنا قدامنا قسم كامل 9 مباريات قدامنا، واذا احنا نستمر على على المستوى هذا اكيد احنا ما بعدنا على المنافسة. هل شايف كابتن العربي الاوفر حظا لاستعادة لقب الدوري؟ والله العربي فريق كبير واكيد هو الاوفر، يعني يدش القسم الثاني معاه 6 نقاط، ولا اتوقع انه راح يفرطون بـ6 نقاط، ولا يحط راح يحطون لها 1000 اعتبار يعني. وانا اتوقع ان اداره العربي فريق العربي انه ككبير انه راح يبلش موسم جديد في القسم الثاني، ما راح يحاسب حساب بـ6 نقاط، لكن على الورق وعلى الاداء العربي هو الاقرب للدوري. مين اكثر اللاعبين يا كابتن لفتوا نظرك سواء من النصر او خارج النصر؟ والله احنا نقول له خارج النصر يعني الامانه دي سنوس الهادي، عدي الصيفي، طلال فاضل، والله لاعبين مميزين واجد يعني، لو ما راح اخلص يعني، لكن هذول الابرز يعني. شايف يا كابتن المقارنه في الفتره الاخيره بين عيد الرشيدي وبندر السلامه، مين فيهم يكون كفته ارجح في الفتره الاخيره؟ والله كلهم نجوم كبار، بس انا يعني لو تاخذ رايي شخصيا ان هذا الستايل وهذا الستايل تقريبا، هذا يلعب على الوينج، هذا يقدر يلعب وينج ويلعب اللي هو بندر السلامه يلعب تحت المهاجم يعني، والامانه يعني هذول مستقبل الكره الكويتيه، زيد عليهم مبارك الفنيني وشبيب الدوسري. رايك يا كابتن في اللي حصل مع المنتخب في المطار من الحج؟ والله تبي الصدق يعني الله يعيننا ويعينهم، هي صار اللي صار فوضى يعني، انا ما ادري الوم منه يعني، بس اكيد الكل غلطان يعني. اللي صار فوضى تبي الصدق يعني للامانه، احنا ما استفدنا من هالفتره، حتى احنا الانديه تاثرنا، اليوم انت ماخذ 26 لاعب الحين يحجروهم اسبوعين راح يبلشون من الصفر مره ثانيه، انت رحت ضحيت في الانديه وخذيتهم معسكر وتبي ترد تاخذهم بعد 3 اسابيع قبل التصفيات، واحنا ما احنا عارفين شنو 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 الخطه اللي راح تصير يعني. شوف الدول الثانيه قاعد يلعبون تصفيات وامورهم زينه، احنا العكس، نروح مبارتين ونرد ننحجر، فتبي سجل الامر مجهول للامانه حبيبي.